مروكو فالورانت ليغ غادي تبدا 17 سبتمبر، وفي الفيديو غادي نعطيكم كاع التفاصيل اللي خصكم تعرفوا قبل ما الدراري. ليتس جو. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي الفورما ديال لا ليغ. خصكم تعرفوا بلي قبل من الفاينلز غادي يكونوا 4 ديال الكواليفاير. في كل كواليفاير العدد الاقصى ديال الفرق غادي يكون هو 128 فريق. غادي يلعبوا في واحد السيستيم ادوب اليمناسيون، اي الا خسرتي ما كتعنيش انك خرجتي من البطوله، ولكن كتعني انك هبطتي لوزر براكيت ومازال عندك فرصه اخرى. الكواليفاير غادي يعين لنا جوج ديال الابطال اللي غادي يتاهلوا وغادي يحجزوا مقعد في الفاينلز. مورا ما يساليو لي كواليفاير بربعه غادي ندوزو للفاينل اللي غادي تكون حتى هي ادوب اليمناسيون وفيها 8 ديال الفرق، وغادي يعينوا لينا شكون هو بطل المغرب في لعبه فالورانت. الفرق المغربية غادي تنافس على واحد برايس بول تاع 5000 دولار حاليا، يعني انه يقدر يتزاد في اي لحظة. بالنسبة للستريمات ديال المباريات فغادي يكونوا كل جمعة وسبت، ما عدا السيمانة الأخيرة ديال كل شهر اللي غادي يكون الجمعة السبت وحتى الحد. بالنسبة للإم في إل تورك اللي هو تورك شو أوفيسيال ديال التورنوا فغادي يكون كل جوج سيمانات. الإم في إل تورك غادي يكون فيه الغيكاب ديال شنو واقع في التورنوا والنيوز اللي عندها علاقة بفالورانت. بطبيعة الحال غادي يكونوا معنا دي جيست دي زانفيتي وبزاف ديال المفاجآت اللي غادي نخليكم تكتشفوها. نذكركم بلي ان التسجيل باقي مفتوح الى غايه 16 سبتمبر، سارعوا باش تحجزوا المقعد ديالكم في اول كواليفاير ديال ان في ال.